وصلنا لمساحتنا الأخيرة مع حكاية طموح وإرادة ما وقف العمر. خلونا نتابع التقرير لنتعرف على قصة إرادة وطموح مميزة، ومنرجع لنستقبل ضيفتنا. مثل كل سيدة وأم سورية معطاءة، سخرت سنوات عمرها ليكون الحصاد عائلة ناجحة تضم الطبيب والمهندس من أبنائها، لكن الهدف لم يتوقف هنا. مع اقترابها من 80 نالت السيدة نجلاء برغل شهادتها الجامعية من قسم المكتبات والمعلومات في جامعة تشرين، والحلم أيضاً لم يتوقف هنا، فهي ترغب بإرادة وطموح كبيرين بمتابعة تعليمها ودراسة الماجستير، رغبة منها أن تنهل من العلم بمقدار ما نهلت من الحياة بدروسها ومصاعبها. هي نموذج للطموح الذي قد يراودنا، ولكننا نقف حائرين أمام مصاعب الحياة. هي نموذج للإرادة التي لا تهزمها الشدائد، بل هي من تذلل كل العقبات. هي السيدة التي جعلتنا ندرك وبحق بأن العمر مجرد رقم عابر، وبأن الأحلام في الحياة أعمق وأوسع بكثير. يعني نرمين، مثل ما تابعنا بالتقرير، ضيفتنا لليوم سيدة سورية بنفتخر فيها كثير. طبعا مهما كان قطار الحياة سريع، يقف دائما وساكنا أمام الرغبة في الاستمرار والرغبة في التحقيق والإنجاز. ضيفتنا لليوم هي أكبر خريجة من كلية الآداب في جامعة تشرين قسم المكتبات والمعلومات. السن ما كان أبداً عائق أمام أنه هي تتقدم وتنال كل الشهادات التعليمية، بدءاً من محو الأمية وصولاً إلى الشهادة الجامعية، ونستمر أكيد. خلينا نرحب سوا بضيفتنا لليوم السيدة نجلاء برغل. صباح الخير، صباح الإرادة. صباح صبحي. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك. يسعد صباحكم جميعا. تسلم يا رب. اول شيء الف مبروك، خلينا نبارك لحضرتك. حضرتك سيده سوريه اكيد بنفتخر فيها. بنشوف كثير اليوم سيدات سوريات او صبايا بمرحله من حياتهم بيوقفوا عند خيار انه انا بدي اسس عيله واتزوج، ولا بدي كفي تعليمي. حضرتك نجحتي وكونتي اسره كثير حلوه، الله يخلي لك اياهم، ولكن حلم الدراسه بعده موجود. خلينا نحكي من البدايات، شو خطر لحضرتك او كيف كان الدافع انه انا بدي ارجع وكفي او بلش دراسه؟ والله كان عمري 52 سنه، طالعه على السوق، شفت الجامعه، اللهم صل على النبي، الاتحاد النسائي فاتح هون معهد لكل شيء، تنشوفي هل فيه محو أمية، فيه تمريض، فيه سواقة، فيه حلاقة، فيه جميعه. نعم. فت أنا، شو بديك قسم تمريض؟ قال تعرف تقري؟ قلت لا. قال تعلمي القراية؟ تعلمي تمريض. قلت له سجلته وتابعت. تابعت درسة الأميين سنتين. بس بين السنة والسنة توقفت شوي، مرض ابني سافرت معه، وبعدها اجى، بعد اللي توفى بشهرين رجعت على المعهد، شهرين بس. الله يرحمه. رجعت على المعهد، درست الأميين سنتين، كل سنة كتاب، وبعدها درست السادس، قدمتها مرتين، هن الكبار بالسادس يعني مرتين، أول مرة بالسنة وثاني بعدوه تكميليه او هيك شيء. ثاني مره نجحت الحمد لله، جبت بالمية 52 او 55 ما اتذكر. ايوه. طب سيدات كثير عالم ممكن تبلش بمحو الاميه، وكثير شفنا سيدات كبار بالسن عملوا محو الاميه، يمكن اقصى حد وصلوا له شهاده التاسع او شهاده البكالوريا، بس ما حدا فكر يكفي انه جامعه وفرع صعب، يعني المكتبات والمعلومات ما أنا فرع سهل. فالفكره بانه انا مو بس بدي اوقف عند محو الاميه لحتى ادخل بمجال ثاني مثل ما حضرتك حكيتي التمريض، لا انا بدي اكمل، وهلا مثل ما فهمنا كمان حابه تعملي ماجستير. أكيد
في يوم كنت رايحة على المعهد، في وحدة قاعدة قالت لي تأخرتي؟ قلت لها لا. قال شو تخرجتي من الجامعة؟ قلت لها راح تخرج. قال لي احلمي. قلت لها لا مو حلم أكيد. وطلعت ما كنت بقى أخذ الدرس. يعني حالة الإصرار والطموح انزعجت بالكلمة. لا أنا عندي إصرار وعندي رغبة، وشجعني ابني شوي اللي كان مريض، وهاي الكلمة هانتني كثير. يعني هي كانت حافز. إيه هانتني كثير. شو تخرجتي من الجامعة؟ قلت له راح تخرج. قال إيه أحلمي. قلت له راح أحلم، ما راح أحلام حقيقة. وطلعت. كانت شوي يعني اندفاع شوي يعني. أيوه يعني حضرتك مثال للأشخاص اللي يمكن بيوقعوا تحت ضغط معين وقدروا حولوا هذا الضغط أو المضايقة خلينا نسميها لحافز كتير كبير. خلينا نحكي هيك شوية تفاصيل. لما حضرتك أخذتي البكالوريا قررتي تدرسي جامعة، كيف كان تفاعل الدكاترة معك؟ كيف كنت مين كان يروح معك لما تروحي تحضري المحاضرات بالجامعة؟ لحالي أبدا لحالي. يوم طلعت النتيجة يعني وطلعت الشهادة، انزلت دغري من الامتحانات على الجامعة. خدت الشهادة ورحت على الجامعة. سجلت في وقت اللي يسجلوا ما كان غشي من عند تسجيل. يطاحوا هالشباب هالطلاب. قلت لهم أنا كبيرة خوني أدخل. قال إيه بعتي صاحب الشهادة تتجي أنت. قلت لهم أنا صاحب الشهادة. اللي عم يسجلوا قال اتركوها تفوت. فت دغري سجلوا لي شو بتريدي انت يعني بحق لك اي فرع من الادبي؟ قلت لهم بدي رياضه اطفال. قال والله ما موجود عندنا، يعني ما موجود عندنا غير بالمصاري. قلت لهم هاي ما انا ماني خارج، بدي مكتبات. قال مكتبات؟ قلت لهم ايه. قال ليش؟ قلت لهم حسيت وقت بتكمش كتاب بايدك بتلمسه كأنك بتكون مشوب ونسيم من نسيم الغربي، الهوى بينعشك. الكتاب واسم المكتبات هيك بينعشني، برأيي أنا وبينعش كل منتسب له. أنا على هيك يعني انتسبت للمكتبة. قال طيب تكرمي. أي أنا كان معي 210. قال بيقبلك أي فرع. قلت ما بدي أعرف. كان بدي رياضة أطفال الحقيقة. ومشينا. مشينا ونجحنا وفوقنا. أي مشينا ونجحنا. يوم من هالأيام فاق الدكتور هذا السما كان إجا. طلع لبرا ميخلنا الطلاب شو قال حرمي ما بتأمن على بنتها تتجي معها. سمعته أنا طلعت من القاعة. قلت له لا دكتور صباح الخير أنا الطالبة. قال انت؟ قلت له قال عفوا. قلت له لا معلش لا انا الطالبه مو بنتي، لو بنتي بتركها ما هي احسن من البنات. ايوه مش الحال الحمد لله. مواقف حلوه يعني متعدده يمكن كثير كثير مواقف كثير. يمكن في لك اصدقاء هن بعمر خليني اقول كثير صغير، ممكن يكون بعمر احفاد حضرتك. خلينا نحكي كمان عن هي الحاله، تكوين صداقات ايضا بالجامعه. ليكي يعني لو اريد صادقهم كلهم بصادقهم وبحطهم هون، بس هني الشباب ببعضهم ما بيصير ضل ادخل بيناتهم. لا كلهم يجوا ابدا. وقت اللي يفوت يكونوا في طلاب جايين قبلي وفي طلاب صباح الخير يا شباب شو بدنا نترفع لعيونك هاي وقت التخرج شو يا شباب اوعى كان حداها بدنا كلنا بدنا نلبس الطواقي. اي شجع كثير فيه بالثالثه. لا معي من الاولى بنت هيك مثل حكايتك انا صغيره يعني معي من الاولى. هي بحبها كثير قد وحده من بناتي، بس صار معها ظرف انقطعت عن الجامعه. ولهلا هي بتحاكيني وانا بحاكيها لانه ثاني سنه توفى ابوها واخوها ما قدر بقت اجى. وفي معاي هالسنه هاي من الرابعه كمان وحده بحبها كثير.
سجلت لي رقمها بس اسمها ما حطيته، ما عرفت وين الرقم. اكيد عم بتابعك ورح ترجع تتواصل مع حضرتك. ايه اكيد. خبرينا، كنت تلاقي صعوبه بالمحاضرات انك انت تدرسي؟ حضرتك خلصتي الجامعه بخمس سنين صحيح؟ خمس سنين. لقيتي صعوبه باماكن معينه؟ ضعفتي باماكن معينه قلتي ماني قدران يكفي ولا لا؟ ليكي حبيبي والله ما في شيء وما في صعوبه، بس ما يئست، ما يئست ابدا. احضر المحاضره، احضر، انا بحب الشرح، بفهم من الشرح كثير، وانزل على المكتب التصوير جيب المحاضره تطلع. مره ما نسجل، هي ما سجلت بالرابعه، سجلنا يعني، طلعت بدي اجيب المحاضره، هاي العم تصور كثير بتحبني وانا بحبها، قلت لك ما ضل معي حق محاضرات، خليش، قلت له دفعت 14,000، واحد بيحمل اكثر من هيك، قال لا، قالت لي معلش انا ما راح اخذ مني، لك ليش؟ انت بدك تحمليها كلها، قال لا ما راح اخذ مني. بعدها طلعت من الجامعه على البيت مشي. الله يقويك. ما ضل بطلع بالسرفيس بقول له ما معي، لا بمشي احسن. يعني وطلاب كثير مشي انا وياهن، وطلاب كثير يكونوا بدهم يطلعوا بالسرفيس يشوفوني ماشي يمشوا معي. لا كثير يعني بالنسبه للطلاب والهي ما شفت صعوبه من هين. شوف صعوبه بالطريق. طريق اكل طلطيش كثير، ويعني طلطيش كثير، وين رايحه؟ بدي قبر، وبدك ببروني، وين رايحة على الحضاني، هاتوا للمصاصة، كثير يعني صابني مضايقة كثير، أحيانا أبكي بس ما جاوب، ما جاوب أبدا. إذا جاوبت بدي على أنا وياه، ليش؟ طنشوا يلا. أكيد يعني. بس بالنسبة للدراسة والدكاترة ولا أروع من هيك دكاترة أبدا. دكاترة قسمنا هذوك ما بعرف عنهم شيء ولا اروع منين. والله بيعطي الدكتور المحاضره وبيدور بين الطلاب، فهمتوا شو ما فهمتوا تعيدوا شو بدكم، يعني ما يطلع الدكتور وما شو بدي اقول لك، ما في احلى من هيك. انا بالنسبه لي بحبهم كلهم وبحييهم كلهم، بس وجهي لهم رساله تفضلي. اكثر شيء الدكتور سائر خلي اشرف عليه. ايوه والله بوجه لين اكبر تحيه، واكبر سلام تحية. لكل انسان اعطاني حرف، وبحيي فرعنا من العميد للمعيد، بحييهم كلهم. يعني بالوقت اللي يمكن وحضرتك عم تحكي ونحن كثير مبسوطين وسعيدين، ومثل ما قلنا بالبدايه فخورين انه عندنا سيده سوريه مثل حضرتك موجوده، انت مثال وقدوه. يمكن هي الازعاجات اللي قلتيها ان كان من اللي قال لك روحي احلمي او اللي حكى كلام مسيء، انت بنفس الوقت غيرتي. يعني اول ما نزل الخبر انه سيده سوريه تقارب ال 80 عام عم تاخذ شهاده الجامعه، بنفس الوقت كانت في كثير اخبار سيئة عم تنزل على مواقع التواصل الاجتماعي. صح. إنه قالوا لي ولادي أنا ما معي. إيه إنه في ناس بدها تسافر برات البلد، إنه في ناس ما بدها تكمل دراستها، أو شو رح تستفيد من شهادة الجامعة. فأنت كنتي بنفس هذا الوقت باب أمل، باب خليني أقول فكر جديد لكل اللي لسه عنده قوة وعنده إصرار إنه يستمر بهذا الحياة. ويمكن هون بدي أشكر عائلتك. نحن دائما لما بيجينا حدا موهوب، طفل موهوب أو حدا متفوق، بنقول له مين دعمك؟ فبيقول عائلتي. فأنت كمان خليني بدي أشكر هيك عائلتك وبنتك الموجودة معنا بالكواليس. والله تسلموا. أول شيء الفكرة ما يعني ما يعني قالوا أمي أنت كبيرة وين بدك تروحي وتجي؟ اللي ما حدا خلو. يا امي منخاف عليك، نحن خايفين عليك، واللي بنتمناك تصيري اكثر شيء بالدنيا. الا لا ما حدا خلو، ضل ماشي. نعم هني خاف علي بس بالاخير. انت قدها يعني هيك بالوقت القليل هيك لو سريعا، لانه خلص وقتنا للاسف مع حضرتك. رساله اليوم لكل السيدات يلي عم يحضروكي، لكل الصبايا يلي عندهم مشاكل باول عمرهم. والله رسالتي لهم
الطموح والإصرار على الدنيا والمشاكل اللي معاهين فيهم بيحلوها بأبسط شيء، أبسط شيء بيحلوها، ويتابعوا الأمل ويتابعوا الطموح بكل شيء بكل شيء. وبدي وجه رسالة لشباب سوريا، سوريا أماني برقبتهم، سوريا أماني برقبتهم، مو الشباب الرجال بس، الشباب كله، انتو كلكم، انتو كلكم شباب، سوريا أماني برقبتكم والله. وبيت الرئيس ما في مثلهم أبدا، ما في مثلهم. ولا اللي يعني اللي بيحكي وبيقول السيد الرئيس حاكم سوريا، لا، عائلي من من سوريا، عائلي من سوريا، من شعب سوريا، لا أرقى من هيك ولا ألطف من هيك أبدا أبدا. لو أي إنسان حكى أي كلمة يعني ردوا له، لأنه هني عائلي، كأنك فايتي على بيت أختك، على بيت أخوك، بيت أمك. هذا الشيء اللي نحن دائما بنلبسه وبنشوفه، بنقول مننا وفينا مع كل شخص طبعا بيكون له الشرف وبيلتقي ب الله يوفقكم جميعا. ووجه لها تحياتي وقبلاتي، هاي بنتي الرابعه، اولادها احفادي، والسيد الرئيس ابني، وبتمنى اشوفهم وضمهم هيك، واتمنى سوريا كلها هيك تنجمع وضم هيك يعني وحي علمنا. يطول بعمرك اكيد خالي، وان شاء الله يا رب بعد سنتين كون الماجستير بياخذ سنتين نرجع نستضيفك على نفس الكرسي، واكيد محقق اذا ما انتم دعيتوني انا بدي اجي. اكيد اهلا وسهلا بيتك، هذا بيتك. تسلم يا حبيبي، يعني كتير منك اخذنا الاراده. اليوم اي موقف صغير بنتعرض له سلمى صرنا بنخجل قدام هي الاراده. نحن فخورين كثير فيكي، اهلا وسهلا فيكي، ان شاء الله الف بس مبروك. بدي اعمل شغلي كمان، تفضل. بدي ارجع لاجدادنا القديمه، بدي اعمل لوح من الطين واكتب عليه، بدي ادور وين فيها ورق بردي، وين بها جيبه واكتب عليه. نتمنى اكيد للي عم يسمع كل متوفر عنده هذا الشيء يتواصل معه. في عندنا جرايد نخل كثير، باخذ من نخل وبكتب عليه، بدي جددها لهي وساويها اكيد. والله يطول بعمرك وتعملي كل شيء ان شاء الله. تسلمي يا حبيبي، مو بس بتحلمي فيه، كل شيء بتشتغلي عليه، لانه حضرتك عندك اراده كبيره. شكرا لك. اكيد لك، انا ما عم بحلم حلم، بدي نفذه. اكيد نرابط اراده، اكيد باذن الله، هي باراده الله. وطول بعمري شوي ثاني. امين يا رب. أنا العمر الطويل يعني بيحكوا كبيري بقول لا لا ما رحمته ما تخرج. بعيد الشر عنك، يعطيك العمر الطويل. تسلموا، والله الموت حق علينا. اكيد شكرا كثير لك. نحن كثير كنا مبسوطين انه رافقتينا بصباحنا غير، وختام اكيد مسك مع حضرتك. شكرا كثير لك. تسلموا، وشكرا لكم، وشكرا. وانا بتقوى فيكم اكيد، هاللقاءات قوتني اكثر. بالعكس، انت اللي اعطيتينا الاول. وكل كياني وعقلي وقلبي وجهدي انا بتمنى اعطيها للشعب السوري كله. خلي يكون كله هيك. وبكرر، سوريا اماني برقبه الشباب. أكيد. يعني انت مسؤولي وكلكم مسؤولي. أكيد. ابدا، حتى انا مسؤولي، انا مسؤولي. يوم اول الحرب، اول سنه، نزلت على مجلس الشعب مثل النساء، حرست شهر مع النسوان. كنا حرس على هاي. الله يقويك يا رب. اخذونا من الرابطه، فيها الرابطه حواليها شجر، كسرت عود واخذته. قالت لي المديره ليش هاي؟ قلت لها اخذته معي. قال لا ما مسموح. قلت لا انا باخذه لهونيك، سمحوا لي بدخله، وما سمحوا لي بقول له كلمه اقنعه. وصلنا القصر، فاتوا سلمنا الهويات وفتنا. قال وين الحراس؟ وين اختي؟ قلت له فاتي لجوا. قال ممنوع. قلت له ليش؟ قال ممنوع. قلت له طيب اعطيني كلمه قل لي ليش؟ قال ما بيصير معنا سلاح. قلت له سلاح هذا؟ انا بدي اقول لك كلمه. طيب اجوا هاللي
يعني جانا خبر عنهم بدهم يجوا لهون. في مضغطتين، وحده مع مسدس، مع وحده مع سكين، وحده مع خنجر، وحده مع عصاي. تكامسنا نحن وياهن، غدروا علينا، نحن ما معنا شيء. انا بحطها هون، ان جيتني وحده بجوز دافع عني فيها. قال قد ما يعني قد ما تقدمي اشياء ما بقدر. كان المدير واقف فوق شوي، ما بقدر حطيها. بعدها فت لجوا بكيت. قال ليش عم تبكي؟ قلت لهم بلا شي فايتين. شو هالحراسه يعني؟ بس تاكلوا سندويش فلافل. والله يعني هو كثير مواقف صارت كثير، وشكرا لكم. الله يطول بعمرك ويخلي لك هالذاكره الحلوه المليانه قصص. وبارك الله بسوريا، وبارك الله بشبابها وبناتها والكبار. بارك الله فيهم مشان يقدروا يمشوا. اكيد. ولا حدا يوقف عن حد. صح. هلا انا تخرجت صرت معلمه، لا توقف. تمشي. في العلم ما بيوقف بحد، ولا له عمر. العلم ما له حدود، ما له حدود ابدا. ولا احلى من حديثك، ولا احلى من الطاقه اللي عم تعطينا اياها. لو فينا اكيد بنمدد الوقت اكثر من هيك. شكرا عن جد من القلب لوجودك معنا. تسلمي، نورتينا لليوم. الله يخليك. شكرا، شكرا كثير لك. تسلمي.